السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نحضروا ان شاء الله ثالث مائدة في رمضان المبارك. كيف كتشوفوا اليوم اخترت باش نحضر اون سوب، شوربة ديال السمك او بالاحرى شوربة ديال بوزروك او بلح البحر. بالنسبة للمقادير كما العادة نخليهم لكم اسفل الفيديو في قناة الوصف. انا خديت طنجره ديال الضغط، ممكن تاخذوا طنجره عاديه لان الخضره ديجا مقطعه صغيره. ضفت عليها الزبده والقليل من زيت الزيتون باش ما تحرقش ليا ديك الزبده. صافي، غادي نضيف البصل مشلضه وكذلك جوج ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نقلي البصله جيدا تدبل ويمشي من هذاك الجهد ديالها. ثم غادي نضيف بوزروك او بلح البحر. انا ممكن تستعملوا اي نوع او تضيفوا اي نوع ديال السمك عندكم، ممكن كذلك غير ديروا لي فيلي ديال الحوت. انا هادشي اللي متوفر عندي درته، ضفت غير القليل. ثم غادي نضيف شويه ديال الكرافس، غنضيف الفلفله حمراء، غادي نضيف الكورجيت اولا القرعه، وغادي نضيف هنايا واحد النوع ديال اللفت، غنضيف كذلك البطاطا وغنضيف خيزو. ممكن كيف قلت تضيفوا اي نوع ديال الخضروات كتفضلوا، تفادوا فقط الخضروات اللي كتطلق اللون بحال الدنجال اولا الخضروات اللي فيها اللون غادي يكحل لينا السوب ديالنا. كنعرفوا كذلك ان الكرافس كيتوتى بزاف مع الحوت، كيعطي واحد البنه زوينه. كيف كذلك ممكن تضيفوا حتى الكروفيت. صافي، غادي نضيف العطريه وغادي نضيف واحد المكون اللي هو اساسي في هذه الشوربه. احنا دابا في المانيا رجع عندنا البرد بزاف بزاف، غادي نضيف السكينجبير طري، وما نقولش لكم واحد السم ديال البرد. داكشي علاش اختاريت ندير اليوم سوب شويه تكون سخونه، والسكينجبير هو المكونات اللي كيسخنوا، والكرفس كذلك. ضفت الملح وغادي نضيف الماء الكافي، غادي غير نغطيو على الخضره فقط باش تجينا السوب ديالنا طيبه في المرقه ديالها، ما نحتاجوش نضيفو الماء. صافي، غادي نسد على الكوكوت ديالي اولا الطنجره ديالي. هنا نسيت واحد المكون غادي نضيفو دابا ضروري حتى هو، الا ما متوفرش عندكم ممكن تضيفو غير مطيشه قطعوها على ربعه ولوحوها معهم طريه. غادي نضيف معجون الطماطم تقريبا ملعقه كبيره. بالنسبه للبهارات درت سكينجبير شويه بزيت طري، وضفت الكركم، شويه ديال التحميره، هنا غادي نضيف كذلك عريشات ديال المعدن ديال القزبر عفوا، وغادي نسد كيف قلت لكم العطريه. غادي نخلي لكم جميع المكونات اسفل الفيديو. انا غادي ندوزو باش نحضروا القنينطات ديال الفرماج. خديت الفرماج ديال الفيتا، ضفت عليه اصفر بيضه وضفت عليه فرماجه او ملعقه كبيره من الفرماج فري. غادي نضيف شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق، غنحاول نمزج الكل مع بعض، نخلط كل شيء. حاولوا في هذه الوصفه انكم تاخذوا الفيتا اللي تتكون ما مالحاش بزاف، يعني كاين اللي كتكون فيها الملحه بزاف ما كتجيش زوينه. صافي، غادي نخلط المكونات مع بعض، خصنا نحصلوا على هذا القوام. ممكن كذلك تضيفوا الاعشاب المنسمه بحال الزعتر كيتواتى هو كذلك مع هذه الوصفه. الورقه اللي كنخدم بها دي ما هي هذه ديك الخضره. صافي، غادي نبدا نحط
الحشوة ديالي او الفرماج ديالي على هاد الشكل، وغادي نرولي كيف ما هو موضح في الصورة. حاولوا نتوما كتروليو وانتوما كتحاولوا تشدوا وتزيروا، باش لان الفرماج كنعرفوا فاش كنديروا في الزيت كيوصلوا للصات كترتق الورقة. هنايا انا ديك احتفظت بداك بياض البيض، هو باش سديت اللي شات لي على اصفر البيض اللي درنا في الحشوة باش ما يضيعش ليا، استعملته سديت به. ممكن كذلك تسدو غير بالدقيق والماء حتى هو كيسد مزيان. صافي غادي نستمر، حاولوا ما امكن تسدو مزيان باش كيف قلت لكم الفرماج كيطرطق كيتحل الى وصلوا الزيت، لو وصل الزيت كتحل الورقه وكتطبق. انا ممكن كذلك الى ما عندكمش هاد الورقه تستعملوا الورقه الاخرى ديال الفيلو، كاينه وحده كتكون اصل مصاوبه هي مستطيله كتباع عند تواركا وعند المغاربه، حتى هي كتجي زوينه وبنينه، فيها واحد البنه زوينه من كنديروها نديرو فيها هاد الحشوه. صافي غادي نستمر على هذا النحو تنكمل جميع الوحدات اللي عندي وجميع لي سيغار اللي عندي ونتلاقاو من بعد. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نديرو فلام كوخن ولا اون تارت فلومبي، هي واحد سبيسياليتي فرونسيز معروفه. انا كناخذ هاد لاباط من بيني، خاصها تكون ديما فيغان. غادي نديرو لا كريم فريش، هي هادي خديتها حتى هي من بيني. هاد العجين ممكن تلقاوه لانه عجين واجد، ممكن تلقاوه كذلك في ايديكا، في الريفر، في كوفلاند، موجوده بارتو. كاينين كتكون فيها تقريبا 4 ولا ما عقلتش 4 ولا 6 ديال لي بات ديال العجين. غادي نوضعهم في طاوة ديال الفرن مغطاه بالطبع بورق الطهي باش ما يلتصقوش لينا. ثم غادي ناخذ لا كريم فريش ديالي، هذه خديتها شي شويه لاجير. كاينه واحده اخرى حتى هي كتباع في بيني، فيها الاعشاب حتى هي زوينه، لقيتها خذوها، راه الباكاجين ديالها راه خضر مرسوم فيها الاعشاب مكتوبه فيها متكرايتا. صافي وجدت هنايا الحشوه اولا باش غادي نعمر هاد الفلام كوخن. جبت شويه ديال الدجاج، درت ديال الدجاج قطعته رقيق، وشويه ديال الكورجيت، وشويه ديال البصله، وكذلك غادي نستعمل كذلك شويه ديال الزلامي. صافي كنايطالي هذيك لا كريم فريش ديالي مزيان، كنحاول نخليو الجوانب ما نوصلهمش بزاف كيف ما كنديروا البيتزا. هي كتجي على شكل بيتزا بحال الشكل ديال البيتزا، ولكن ما فيهاش صوص طوماط وما فيهاش ولاباط ديالها كتجي رقيقه كتجي مقرمشه. صافي غادي نوزع الكوجات ديالي على هذا الشكل طريفات رقيقه وكنقطعتهم باش يطيبوا معايا في الفرن، كيجي هائله كنتمنى تجربوها. انا كل مره كندير حشوه، يعني ماشي ديما كندير هاد اللي متوفر عندي، بعض المرات كندير اللاكس، كندير ولا السومو كنديرو مع لي زيبينا، حتى هو كيتوتر بزاف كيجيو هائلين. كل مره شنو كندير، بعض المرات كنديرها غير بالخضر الفلفله والكورجيت بحال هكذا، ولي شامبينيون كذلك فري. لكم حرية الاختيار، كتجي زوينة وكيبغيوها الوليدات.
صافي غادي نستمر على هذا النحو. كيف قلت لكم الصدر ديال الدجاج قطعته طريفات رقاق وما طايبش، ممكن كذلك تعودوا صدر ديال الدجاج بالدجاج المدخن. انا فقط كنعطيكم افكار، كنتمنى كنت تستفدوا مني شي حاجه. صافي غادي ناخذ شي شويه ديال الثومه غنرشها فوق هذيك الخضيره وفوق ديك شويه ديال الدجاج، غير رشيشه خفيفه وصافي. من بعد غادي نضيف شويه ديال العشوب، ممكن تضيفوا الاعشاب اللي بغيتوا. انا هنا غادي نضيف شويه ديال غنديرها غير بالبصله، حتى هي كتجي زوينه. النصف الاخر غادي نضيف الزلامي قطعته طريفات صغيرين حتى هو على هذا الشكل. صافي هنا غادي نضيف كذلك شويه ديال الحبق مجفف، ممكن تضيفوا الزعتر اللي بغيتوا، الاعشاب اللي كتفضلوا. صافي وغادي نحك عليه واحد شي شويه ديال الفرماج من الفوق، واحد الرشه خفيفه ديال الفرماج. غادي ندخلها للفرن، الطاوه ديالي مسخن من قبل على 200 درجه من الاعلى ومن الاسفل، نخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه ونخرج. غادي ندوزو لاسوب ديالي، ها هي وجدات. غادي نحاول نحيد هذاك بلح البحر، كيف كتشوفوا راه تحل، غنحاول نحيد ليه القشره ونحتفظ بالفاكهه، وغادي نطحن الكل مع بعض. هنا لكم حريه الاختيار، ممكن تخليوها على هذا الشكل، ولكن بالحق قبل ما تطيبوها خصكم تقطعوا الطريفات رقاقين صغار ديال لاسوب، اللي ما كيبغي لاسوب تبقى هكذاك صاينه. صافي غادي ندوز باش نبدا نقلي لي سيغار ديالي اولا القنينطه ديالي اللي درنا فيهم الفرماج. درت الزيت فوق العافيه وحطيت القنينطه ديالي. دائما هاد الورقه كتبغي الزيت تكون شي شويه مجهده باش تبقى محافظه على ديك التقرمشه وطيب مزيان. واهم حاجه انها ديما نبقى وحده كنقولها ديما نبقى وحده، الحاجه اللي كنوجدوا ونوجدوا مثلا كنوجدوا بزاف ديال الحوايج، ولكن كل حاجه نعطيوها وقتها نعطيوها حقها. عاد ندوزو للحاجه الاخرى باش ما نضيعوش الوقت في التوجد وفي الاخر نحطوها محروقه ولا ما نقابلوهاش. كنتمنى تكونوا فهمتوني. صافي غنبقى نقلب هذوك لي سيغار ديالي كل وحده على وحده حتى تاخذ حقها في الطياب. بعد الاخوات سولوني على واش ممكن نستعملوا الورقه ديال الفيلو، ممكن نستعملوها غير هي شي شويه كتعذب في الخدمه ولكن كتلحم من بعد ماشي مشكل، ممكن تستعملوها يعني بحال هذه، غير هذه شي شويه في الخدمه كتجي سهله وكتعطي الضوء. صافي لاسوب ديالي غادي نطحنها مزيان بعد ما حيدت منها هذوك البوزروك ديالي اولا بلح البحر، غادي نطحنها مزيان. صافي التكستور ديالها هي هذيك، القياس ديال الماء اللي درنا في الاول هو هذاك جا مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه راه عندي تقريبا مشابهه ليها عندي في القناه، غنخلي لكم صافي دابا غادي نبدا ملي طحنت كلشي غادي نبدا نضيف هذاك الفواكه ديال البحر اللي بقاو عندي اللي حيدتهم من القشره. صراحه هذا ما كانش فيه بزاف،
خديته من اللي يدلو ما عجبنيش، تقريبا اغلبيتهم خاويين. مهم خلا غير ديك البنه ديال الحوت او ديال الملح البحر. وهادو هما لي فلانكور لي صوبنا اولا لي تارت فلامبي لي استعمل لي صوبنا جميع، كيجيو على هذا الشكل. كيف قلت لكم لاباط ديالهم ما كتجيش غليظه، كتبقى مقرمشه. وهذه هي الطبيله ديالنا كما العاده، شباكيه وتمر دائما فوق المائده، القنينطات اللي وجدنا مع بعضياتنا، و الفلانكوخن كيف كيجي هكذا على هذا الشكل، قطعته طريفات بحال هكا. وهذه هي لاسوب ديالنا اللي حضرنا مع بعض، كنتمنى تجربوها لان كتجي رائعه الصراحه. وكذلك نبدلو شي شويه من الحريره يوميا. وبهذا غادي يسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى تعجبكم الوصفات اولا الافكار اللي تقاسمت معكم اليوم، وتكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.